محسن، شفت تعليقاته ازاي؟ واضح جدا على سانتوس، خاصة الإحباط الشديد، وكأنه كان عنده أمل كبير جدا زي ما قال للوصول للمباراة النهائية. خليني الأول بس في عجلة أتكلم على مارتينيز. عايز أقول لحضرتك إن هو بصراحة شابولي، لأن هو احترم منافسه جدا جدا جدا، حتى وإن كان أقل منه فنيا احترمه تماما وعمل له حساب كبير جدا، عشان كده كان الفوز ليه ومستحق وعن جدارة. إحباط سانتوس أنا شايفه من وجهة نظري، طبعا أنا لا ألومه لأن ليس في الإمكان أفضل مما كان، لأن هي دي قدرات لاعبيه المجموعة كلها وليس كريستيانو رونالدو طبعا، لأن هي لعبة مجانية وليس كمان جدا. يعني المنتخب البرتغالي يعني عنده نجوم على مستوى عالي بيلعبوا في دوريات كبيرة تمام، هم حاملين اللقب ودوري أمم أوروبا، ما فيش أي مشاكل في كده. لكن حتى لما برضه فاز الحاجات دي ما كانوش مقنعين قوي يعني، هم بس بالروح والإصرار والعزيمة. البرتغاليين فيهم أشبه بالشوية بالشرق يعني، حضرتك طبعا احترفت في أوروبا أكتر منه وعارف الكلام ده كله، أو عشت في أوروبا أكتر منه فعارف الكلام ده أكتر منه. يعني البرتغاليين شوية فيهم الحمية والإصرار والعزيمة بعكس التاني، فهو عشان كده ده اللي يمكن كسبهم خلاهم فازوا بدور أمم أوروبا وقبليها كأس الأمم الأوروبية في فرنسا على المنتخب الفرنسي في النهائي. لكن المرة دي لا، الأمور صعبة شوية. هو محبط ليه؟ لأن هو وصل كتير، حاول كتير، لكن في النهايه ما كان بيوفق قبل كده ولم يوفق هذه المره في هذه المباراه. لكن في البطوله عامه ما كانش موفق هو، بس حتى مباراه المجر كانت 0-0 لحد الدقيقه 84، وقدر يسجل 3 اهداف في ربع ساعه او في 10 دقائق مع الوقت الاضافي، كانت غريبه جدا، وكسبوا 3-0. لكن خسر من المانيا بربعيه وتعادل بصعوبه مع فرنسا. كمان اتكلم على دور رونالدو الكبير في احراز يمكن 5 اهداف، لكن على الجانب الاخر كمان تورجن هازارد النجم او الشقيق الاصغر لإيدن هازارد كمان نجم كبير جدا.